السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. اول حاجه قبل ما نبدا معكم الفيديو ديال هذا النهار، كنشكركم بزاف وبزاف على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليو في حقي. شكرا لكم كلكم بدون استثناء. والله البنات كنفرح مني شي اخت كتخلي لي شي تعليق زوين وكتقول لي نزهه بفضلك عرفت هذه الحاجه، ولا عجبتني هذه الحويجه عندك وخديت بحالها، ولا مهم اي تعليق زوين وايجابي كيجي في حقي. كنشكركم بزاف على التشجيع ديالكم، هذا الشيء اللي كيشجعني باش انني نزيد نعطي معكم فيديوهات على القناه، واخا هما فيديوهات بساطين غير من الحياه اليوميه ديالي، ولكن كنفرح انني كنبارطاجي معكم الحويجات اللي كنعرفهم حتى انا. في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيك زويون، غادي تجربوه وغادي تشكروني عليه. ولكن قبل غادي كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، خديت انواع ديال البسكوي، هادو غير لقيتهم ناقصين ليهم في الثمن في السوبر مارشي وجبتهم. نتوما راكم عارفين انا تقريبا كنصايب كلشي في الدار، ولكن ما فيها باس مره كنبغي نعاون بشي حويجات ديال السوبر مارشي، حيت ما نكذبش عليكم حتى انا بعض المرات كيجيني العكز، ولا بعض المرات ما كيصبحش عندي الكيك ولا بحال هكا حليوه ولا خبيز، فهادو كيكونوا ديال حاله الطوارئ. المهم هادو لقيتهم ناقصين ليهم في الثمن. هاد لامارك ديال البسكوي راه زوينه وكيكون فيها نكهات مختلفه، تقريبا كنت خديتهم بشي اورو و29 الباكيه، علين فيهم 700 غرام. هذه خديتها بالكوكو، وخديت هذه كيف ما كتشوفوا بالكاكاو، غير هكا الفطور ديال الصباح. هذه بالكاكاو، وخديت هذه اللي بحال الكوكيز بالحبيبات ديال الشوكولاط. كما قلت لكم البنات غير لقيتهم ناقصين لهم الثمن وخديتهم، كيما كنخليهم غير بحال هكا الفطور ديال الصباح للدراري قبل ما يمشيو للمدرسه. صافي غادي ما كنخليش هكا في الكاغيط، كنحولو للقرعه ديال الزاج باش كيبقى مقرمش وزوين. خديت معايا هاد السكر هذا الاسمر، بزاف ديال البنات كيسولوني عليه، متواجد في جميع لي سوبر مارشي كتلقاوه، ما كيفوتش واحد الاورو في الثمن ديالو. هذه راه فيها 500 غرام، يمكن واقيلا خديتها بشي 89 سنتيم. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه غادي نوجد معكم واحد الكوكيز بالحبيبات ديال الشوكولاط، وغادي نصايبو بهذا السكر هذا الاسمر ان شاء الله في الفيديوهات الجايه نشاركو معكم. صافي انا غندير هذا البسكوي هذا في القرعه ونكمل معكم. كيبقى سخون البسكوي مقرمش ملي كنديروه بحال هكا في هاد القريعات هادو ديال الزاج، كيبقى محافظ على داك القرمشه ديالو. شفتوا صراحه نافعني هاد القريعات. هادي درت فيها البسكوي، وهادي درت فيها الكونفليكس الفطور بحال هكا ديال الصباح. صافي غادي نديرهم في البلاكار ونكمل معكم الفيديو. البنات غادي نوجد معكم واحد الكيك بالحشوه ديال التفاح، غنوجد الحشوه هي الاولى ونخليها على جنب كتبرد، عاد من بعد غادي ندوز باش نعطيكم المقادير ديال الكيك ونخلطو معاكم. بالنسبه للحشوه خديت هنايا مقيله صغيره، درت فيها القياس ولا الجهد ديال معلقه كبيره ديال الزبده، غنشعل على البوطه. خديت هنايا جوج تفاحات اللي بغيتو، التفاح الاحمر ولا التفاح الصفر، خديتهم وقطعتهم مربعات بحال هكذا. غادي نزيدو هنا، غادي ندير عليه القياس ديال واحد المعلقه صغيره ديال القرفه بحال هكذا. غادي نزيد السكر، القياس ديال واحد المعلقه كبيره، معلقه كبيره بحال هكذا، نديرو حتى لجوج معالق. صافي وغادي نخلي التفاح كيتعسل في هاد القرفه والسكر وهاد الطريف ديال الزبده. بالنسبه للمقادير ديال الكيك غادي نحتاجو فيه جوج بيضات اللي يكونوا بالدرجه ديال حراره المطبخ، علبه ديال اليوغورت او دانون مسوس ولا بالنكهه ديال الفاني اللي عندكم في الدار قضيو به الغرض، قبيصه ديال الملحه، واحد راس المعلقه ديال الملحه، ساشي ديال السكر فانيلا باش غادي نسمو به الكيك. بالنسبه للخميره ديال الحلوه
خديت غادي ناخد النص ديالها حيت هذه فيها 15 غرام، 7 غرام ديال خميره الحلويات او ما يعادل واحد جوج معالق صغار ديال الخميره ديال الحلوى. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخل، هي اللي كتخلي لنا الكاك يجي هشيش ورطب من الداخل. بالنسبه للقياس ديال السكر وديال الدقيق وديال الزيت خديتهم بنفس العلبه ديال دانون. خديت علبه عامره ديال الزيت وعلبه عامره ديال السكر وحده، وعمرت هذا جوج مرات بالدقيق، جوج علب عامرين بالدقيق عبرت به. صافي البنات، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو باش نوجدو بهم الكيك. المهم غادي نحاول نخلي لكم المقادير بالضبط في صندوق الوصف لتحت باش ترجعوا تشوفوهم. غادي ندوز دابا باش نخلط معكم الكيك. غادي نخلط الكيك غير في هادي اولا غير بالطراب اليدوي اللي بغيتو. هنايا درت جوج ديال البيضات، غادي نزيد عليهم السكر سنيده كما قلت لكم، عبرتو بالعلبه ديال دانون علبه وحده. غادي نزيد العلبه اللي علبه ديال الزيت، حتى الزيت عبرتو بالعلبه. غندير كلشي تقريبا في خطره. غادي ندير العلبه ديال اليوغورت، انا عندي هذا مسوس. صاشي ديال السكر فانيلا، غندير واحد القبيصه ديال الملح، غنطحن هاد المقادير هما الاولين، عاد من بعد نضيف الدقيق والخميره والمعلقه ديال الخل. نطحن هادو، غادي نزيد المعلقه الصغيره ديال الخل، الدقيق، جوج علب ديال الدقيق الابيض. طحن الفرن، بالنسبه للخميره كما قلت لكم نص ديال هذا الساشي، هذا 7 غرام، انا غندير جوج معالق صغار. صافي، وغادي نعاود نطحن مزيان هذا الخليط هذا ديال الكيك. من بعد ما وجدت معكم الخليط ديال الكيك خصو يكون شويه عاقد كيف ما كتشوفوا بحال هكذا. صافي، الخليط ديال الكيك واجد. التفاح اللي عسلت معكم خليته حتى برد تماما، كيجي بحال هكذا. صافي، وغادي نحتاج معايا واحد شويه ديال الزبيب، غير واحد الحفينه صغيره ديال الزبيب، وشويه ديال اللوز ايفيلي، كيبقاو اختياريين الا ما بغيتوش ديروهم ما ديروهمش، ولكن كيعطيو واحد الطعم زويون في الكيك. وهنايا خديت المول ديال الكيك اللي غادي يدخل الفران، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. بالنسبه للقطر ديال المول ديال الكيك يكون ما بين 26 حتى 28 باش تجيكم شويه عاليه. صافي، غادي نخوي دابا الخليط ديال الكيك هنايا. غادي ناخذ دابا هاد الطريفات ديال التفاح وغادي نوزعهم على الوجه ديال الكيك كيف ما كتشوفوا معايا بحال هكذا. نحاولوا نوزعهم على الوجه ديال الكيكه كامله. زوينه البنات هاد الكيك، ولذيذه كتشهي. ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعجبكم. كيف ما شفتوا معايا ما فيهاش شي مقادير كثيره، غير المرحله اللي كنعزلو فيها التفاح وصافي هي اللي نحتاجو صافي، ومن بعد كيتخلط الكيك عادي. صافي، انا غادي نوزع هاد الطريفات ديال التفاح على الكيكه كامله ونرجع معاكم. غادي نزيد شويه ديال اللوز ايفيلي من الفوق،
بحال هكا كما قلت لكم، هذا اختياري. الا ما عندكمش ما ديروا، تقدروا ديروا شويه القرقاع الا عندكم، شويه ديال اللوز المهرمش اللي عندكم في الدار قضيو به. المهم هو الحشوه ديال التفاح. صافي غنوزع بحال هكا شويه ديال اللوز ايفيلي، وغادي ندير شويه ديال واحد شويه الحبات ديال الزبيب حتى هما بحال هكا بالفوق. صافي بحال هكا، نزيد واحد شويه، كيجي المنظر ديالها زويون. صافي غادي ندخلها للفران اللي سبق ليا وسخنته، شعلته على درجه حراره، ديروه ما بين 150 حتى 180 درجه حراريه. انا شعلته في الاول من الفوق ومن التحت حتى سخن، دابا طفيت من الفوق خليته شاعل غير من التحت. غادي ندخل الكيك في الرف الوسطاني، نخليها حتى تطيب وترتفع، ومن بعد غادي نشعل عليها غير شويه باش تحمر من الوجه ديالها. صافي غادي ندخلها كطيب، ومن بعد غادي نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالها كيفاش جات. من بعد ما وجد الكيك خليته حتى برد مزيان، وحولته من المول درتو في هذا الطبق هذا ديال التقديم. بالنسبه للتزيين انا غادي ندهن ليه وجهه غير بشويه ديال العسل، كيمكن لكم ترشوا عليه شويه ديال السكر كلاصي. ناخذ شويه العسل بحال هكذا، وغادي نزين به، نمسح به بحال هكا الوجه ديال الكيك باش كيعطينا داك اللمعه اللي كتكون في الوجه ديال الكيك. صافي بحال هكذا، وضروري ما غادي نقطع لكم واحد الطريف باش غادي تشوفوا معايا حتى كيفاش جات من الداخل ديالها. غادي نكمل ونرجع معكم. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا كيفاش كتجي من الوجه ديالها، وحتى من الداخل كيبانوا هذوك الطريفات ديال التفاح المعسل في الداخل ديالها، كتجي خفيفه ورطبه وهشيشه بداك المعلقه ديال الخل اللي درنا فيها، هي اللي كتساعد باش كتجي الكيك رطب وهشيش. كتشهي صراحه. كيف ما شفتوا معايا ما احتاجتش مني شي مقادير كثيره، غير جوج ديال التفاحات والمقادير ديال الكيك. كنتمنى حتى نتوما ان شاء الله تجربوها في الدار وتردوا عليا كيفاش جاتكم ان شاء الله. كنتمنى المحتوى ديال الفيديو ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم كيف ما ديما ما تنسونيش من اللي لايك ديالكم، تعليقاتكم اللي كتخليو ليا دائما واللي كتزيد تشجعني انني ننزل معكم فيديوهات على القناه في المستقبل. اللي مازال ما اشتركش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما ان شاء الله يوصلكم الجديد ديالي. كنقول لكم شكرا لكم على الدعم ديالكم، وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم ونهاركم مبروك. Thank you.